قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. لم يكن غريبا هذا الغزل الذي ظهر بين المسؤولين الإسرائيليين وما يسمى بتنظيم القاعدة، ولم لا؟ فالجيش العربي السوري، والذي أنشئ للحفاظ على وحدة وحماية الوطن ومجابهة الكيان الصهيوني بالدرجة الأولى، ها هو الآن يجابه العصابات الإرهابية المسلحة والتي تتخندق وإسرائيل في نفس الخندق. هذا ما اعتبره رئيس الاستخبارات الإسرائيلي السابق عاموس يدلين تطوراً إيجابياً بالنسبة لإسرائيل، حيث رحب المدعو يدلين بما يجري في سوريا قائلاً: إن الجيش السوري الذي كان يرابض على حدودنا بات ينظر جهات أخرى، وعلينا ألا نذرف الدموع على ما يحدث في سوريا. لم يتوقف هذا الغزل بين المسؤولين الإسرائيليين وما يسمى بجبهة النصرة على المدعو عاموس يدلين فقط، بل أيضا دخل جولة الغزل هذه رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الإسرائيلية اللواء عمود جلعاد، الذي قال إنه مهما كان حجم ومستوى التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة على إسرائيل، إلا أنه لا يقارن بالتهديد الذي يشكله محور إيران وسوريا وحزب الله، أي محور المقاومة. عمود جلعاد غازل جبهة النصرة الإرهابية وانتقل من غزل الجبهة الإرهابية إلى غزل تركيا العروس الجديدة لإسرائيل، فقد وصف المصالحة الأخيرة بين تركيا وإسرائيل بالمهمة جدا، فقد ربط تلك المصالحة بملف إيران النووي وتضرر المصالح الإسرائيلية التركية من نجاح هذا الملف، فتركيا لا تستطيع السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي على حد تعبيره. وفي سياق الغزل أكد جلعاد أن المصالحة التركية الإسرائيلية وإن لم تؤدي إلى عودة العلاقات بين الطرفين إلى ما كانت عليه في السابق، لكنها مهمة جدا في سياق منع ووقف أي تدهور أو تصعيد إضافي بين الجانبين. إذن فالغزل الإسرائيلي التركي والإسرائيلي الإرهابي مستمر. لم يكن غريبا هذا، فالمصلحة مشتركة في ضرب محور المقاومة ورأس حربتها في المنطقة سوريا. قسما بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسما بذاك ونحن الصادقون